احكي لي بقى عن حالتك النفسية في الفترة دي. لا دي هي كانت بالنسبة لي مأساة بصراحة. مبدئيا انا كنت واخدة قرارات كده في البيت، محدش يشغل الاغاني بتاعتي تماما، مش عايزة اسمع عني نهائي، ولا في العربية في سي دي ليا خالص، مفيش، ممنوع، منعا باتا. يعني محدش. لما كنت بتسمعي صوتك كان بتصعب عليكي نفسك؟ لانه انا كنت بحاول اغني مع نفسي اللي انا كنت بقوله ده، انا مش عارفه اقوله خالص، مش عارفه اقوله خالص. بقيت اقول طب انا عايزه افهم، يعني بقيت اقول سبحان الله يا رب، هو السلاسه اللي بتكون في الصوت وانا بغني زي وانا بكلمك عادي، ازاي في لحظه مثلا انا مش عارفه اعملها، يعني مش عارفه ان انا اعمل كده يعني. فطبعا كان خلاص مش عايزه اسمع، بأقلم حياتي على اني لو مش هغني تاني أقلم حياتي على ان انا خلاص مش مطربه. يعني اخدتي قرار ان انت كده انك شكلك مش هتغني تاني، يعني وصلتي للمرحله دي انه يأستي؟ بالظبط، يأست جدا جدا جدا، وخليت اللي حواليا كمان، يعني انا خلاص يا جماعه مش عايزه اي حد يكلمني على ان انا مطربه، ولا عايزه اسمع اغاني ولا اي حاجه نهائي خلاص. والله كنت عايزه اسمع نفسي خالص. ايوه بزعل، موافقه انك تبقي زعلانه، موافقه انك تبقي مقهوره، بس ان انت تقرري انه مفيش حل ومفيش علاج وان انت هتفضلي العمر كده. لا انا اتعالجت، قعدت كتير بتعالج، بس انا شايفه ان انا بتعالج وما بخفش. ما هو يعني اصل بصي، هو دكتور 2 3 4 بتاخدي علاج ما بتخفيش، وشهور طويله، سنه ونص بحاول ان انا اتكلم زي البشر عادي زي ما كنت بتكلم، مش عارف ادندن. يعني الصوت يطلع مبحوح يا سوما ولا